طيب معانا عبر زوم الان البرتغالي روي الميدا المدرب العام الاسبق بنادي الزمالك في جهاز جوزوالدو فيريرا، نساله النهارده رايه فيما حدث في مباراه الزمالك والوداد. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. Boa noite a toda a gente no Egito e boa noite a vocês e obrigado pelo convite. انا مبسوط جدا ان انا معاكم على التلفزيون المصري النهارده. نتشرف جدا. هل تابعت مباراه الوداد والزمالك في دوري الابطال؟ Como eu disse há pouco, vivi uma boa parte. شفت شفت جزء كبير جدا من الماتش. بس طبعا مع الاوقات من الاوقات في لشبونه مع الوقت بتاع القاهره ما كانش في وقت كبير ان انا اتفرج على الماتش، بس شفت جزء كبير من الماتش. الجزء الكبير اللي شفته من المباراه رايك ايه في اداء الزمالك؟ الماتش كان ماتش من الماتشات الكبيرة مع ماتش مع فرقتين من الأقوياء من قارة أفريقيا، ماتش قوي زي الماتشات بتاعة أوروبا. بس طبعا لسه فاضل ماتشات كتير على الماتشات، احنا طبعا ما نقدرش نحكم مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، بس لسه فاضل اكتر من ماتش في البطوله. ما بين مجموعات وما بين فرق قويه جدا، فما نقدرش نحكم مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر. الماتش نفسه كان ماتش من الماتشات الصعبه في المجموعه. أنا فاكر إن فرقة الوداد كانت فرقة من الفرق القوية اللي كانت دايما صعبة في اللعب. فطبعا دايما ماتش من الماتشات ديت بيبقى ماتش من الماتشات الصعبة جدا في البطولة. طارق حامد دايما من اللاعبين المؤثرين، أنت اشتغلت مع طارق حامد. طارق حامد يغيب منذ فترة عن تشكيلة نادي الزمالك بسبب الإصابة، اليوم عانى نادي الزمالك بسبب غياب طارق حامد، وعانى في أوقات سابقة بسبب غياب طارق حامد، لاحظت هذا التأثير اليوم؟ أنا أحب أقول بونش كدوش فاز سيم فالتا از إكيبس ناتورالمنت يو تارك ناتورالمنت طارق فعلا واحد من أحسن اللعيبة، واحد من اللعيبة المؤثرة على الملعب. بس واحد من الفرق الكبيره زي الزمالك طبعا ممكن يتاثر بطارق، وممكن بالفرقه اللي كانت موجوده يلعبوا كويس جدا. بحد من الكوادر اللي موجوده ممكن يلعب في نفس البوزيشن في نفس المكان اللي طارق بيلعب فيه ويأدي كويس جدا. بس طبعا زمالك الفرقه فرقه قويه، فرقه كسبت قبل كده كاس مصر، فهي الفرقه ممكن تأدي بطريقه كويسه بطارق او بحد تاني من غير طارق في جوه الفرقه. دائما يطرح اسم جوزوالدو فيريرا وجهازه المعاون للعوده مره اخرى لتدريب نادي الزمالك مع كل نتيجه سلبيه للفريق. هل في أي لحظة من اللحظات سمعت عن مفاوضات من الزمالك مع جوزوالدو فيريرا؟ وهل جوزوالدو فيريرا يحب يرجع مرة أخرى لنادي الزمالك؟ وبالتأكيد السؤال ليك بشكل مباشر، هل تحب ترجع مرة أخرى لنادي الزمالك؟ فعلا أنا بالحقيقة لا أعلم. أنا أكتر من مرة بتلاقى معاه وبنتحدث معاه وبنتكلم على الزمالك، وطبعا على الشغل اللي احنا عملناه في الزمالك. بس الكوتش عامة دايما بيحب المفاجآت ودايما بيحب الحاجات الكبيرة ان هو يدخل فيها. دي إجابة ذكية.
يعني هو لا يمانع من حيث المبدأ انه يرجع نادي الزمالك مرة اخرى. انا فعلا ما اقدرش اتكلم باسم البروفيسور باسم كوتش فيرير لان هو ككوتش في اخر الاوقات لما كنا في الزمالك احنا كنا ابطال ودايما كنا عندنا ليمبرانسز ميموريز كويسه جدا وكان عندنا حاجات كويسه جدا عملناها مع الزمالك. طبعا عظيم. طيب هستغل تواجدك معايا واسالك عن مواطنك البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رايك في ادائه ايه مع منتخب مصر وهل تتوقع ليه مستقبل كبير في تصفيات كاس العالم؟ قبل أي شيء طبعا الكوتش كوتش كرويس هو حد من أحسن الكوتش من في البرتغال. بس طبعا كانت حاجة مؤسفة إن مصر ما كسبتش بكأس الأمم الأفريقية. طبعا بس هم شغالين شغل كويس جدا على المنتخب والماتشات اللي جايه للمنتخب المصري ان هم يوصلوا للكاس العالم هي ماتشات مهمه جدا وان شاء الله المنتخب المصري يوصل للكاس العالم. عارف انك تتابع جيدا بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وعايز اسالك ايضا عن رايك فيه. بيتسو موسيماني اللي está perguntando que ele estamos a falar de este ano estamos no início do campeonato. مدرب للفرقة قوية جدا. المدرب كان عمل شغل كويس جدا والأهلي عمل أكثر من ماتش كويسين جدا. بس طبعا احنا ما نقدرش نقول الشغل الفني ما نقدرش نحكم على الشغل الفني عامة. بس طبعا الفرقة نفسها والماتشات اللي هم بيلعبوها مش ماتشات سهلة جدا تماما. ما نقدرش طبعا نقول الزمالك بيعمل كذا والاهلي بيعمل كذا بس فرقه الاهلي دايما بيلعبوا وكل الفرق بتكون بتجري علشان تكسب دايما الماتشات اللي هم بياخدوها. وطبعا الشغل طبعا شغل في الطبيعي جدا وده المكسب والخساره شيء طبيعي جدا. وطبعا في كل ماتش وماتش بيبان الشغل الفني ما بين الماتش دوت والماتش اللي بعده. رؤيا الميدا المدرب العام الاسبق لنادي الزمالك في جهاز جوزفالدو فيريرا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. شكرا جزيلا.